يسعى رجل القانون قيس بن حليمة منذ سنوات مع كل الحكومات المتعاقبة إلى تقنين تعاطي القنب الهندي في تونس، لكن ما اكتشفه أثناء بحث ميداني حول تعاطي المخدرات بين التلاميذ جعله يصدم بالنتائج. أنا واحد من الناس تصدمت حقيقة، لأني كنت نتوقع وأنه مش نلقى أكثر مادة تم استهلاكها هي مادة الزطلة، ففوجئت لقيت وأنه الزطلة تكاد تكون معناها متروكة هملوها، وانتقلوا إلى مواد ما أخطر، انتقلوا إلى مادة الإكستازي. هما يقولوا إكستازي والله أعلم، أنا اللي ريته بعيني حاجة جاية متزير ثمن معناها تافه باش يشجع على الشراء، الله أعلم شنية المواد الكيميائية اللي موجودة فيها. إكستازي، أفيون، كيتامين، ثم شكون حتى وهذه دراسة رسمية قامت بها وزارة التربية تتحدث عن استعمال مادة سوبوتكس، وهي مادة مخدرة العواقب متاعها وخيمة ومخطرة، وتم حقنها في شريحة عمرية 14-17 سنة. سنة 2017 في تونس كانت تدور 300 مادة مخدرة، وهو شيء مفزع